اهلا بيكم اعزائي سنه خمسه ابتدائي، انا مستر نسيم. رجعت لكم النهارده علشان ناخد تيست مراجعه تاني على الامتحانات وعلى المنهج بتاع الترم الاولاني. يا ريت نركز مع بعض ونشوف التيست بيتحل ازاي علشان نعرف نحل في الامتحان ونجيب درجات كويسه. بس يا ريت قبل ما نبدا، يا ريت اللي ما كانش اشترك في القناه يدوس هنا في يمين الشاشه على زر الاشتراك ويدوس على زر الجرس علشان يجيله بقيه الفيديوهات لو كان في فيديوهات تاني الترم ده، ويجيله الفيديوهات الجديده بتاعه الترم التاني ان شاء الله. نبدا مع بعض التيست ونركز كويس خالص. اول سؤالين في التيست بيكونوا listening يعني استماع. المستر او المس باول سؤال عندي ثلاث مجموعات من الكلمات، كل مجموعه كلمتين. هو بيقول كلمه منهم بس، وانتوا المفروض ان انتوا تسمعوا انهي كلمه اللي هو المستر قالها ونعلم عليها. هنسمع كويس خالص علشان نشوف الكلمه اللي اتقرت. اول واحده او اول مجموعه بيقول three. هنا المستر قال كلمة three اللي هي رقم ثلاثة. اوكي، رقم اتنين يقول mother. يبقى انا اخد بالي ان كلمة mother هي اللي اتقالت. تالت واحدة كلمة slide. تمام، اللي هي الزحليقة. اوكي، يبقى انا كده لما اسمع كويس احل كويس واجيب درجه نهائيه. السؤال الثاني عباره عن محادثه ما بين بوسي وعمرو. فبوسي بتقول it's so hot. المفروض ان احنا بنسمع المحادثه والكلمات اللي ناقصه بنكتبها، فنركز كويس او في المحادثه ونشوف الكلمه اللي ناقصه ونكتبها. it's so hot يعني الجو حر خالص. I'd like to drink something. عايز اشرب حاجه. What will you have? What will you have? يبقى كلمة ايه اللي ناقصة؟ برافو، have H-A-V-E. بترد عليه وتقول orange juice please. Orange juice please يعني عصير برتقال. يبقى كلمة ايه اللي ناقصة؟ orange. O capital كده orange. ليه هنعملها capital؟ عشان تبقى أول الايه؟ الجملة. بيسألها سؤال بيقول لها do you want cake? Do you want cake? هل انت عايزة كيكة؟ يبقى ناقص كلمة ايه؟ cake. C-A-K-E. فقالت له yes sure. Yes sure بالتأكيد. يبقى كلمة اللي ناقصة sure. S-U-R-E. يبقى انا كده سمعت المحادثة كويس خالص وحليت الكلمات بتاعتي، يبقى انا اجيب الدرجة النهائية. بعد كده عندي السؤال الثالث odd one out. Circle all odd word and replace it with a correct one. يعني علم على الخطأ الغير متشابهة يعني ونحط مكانها واحدة صحيحة. كباب سالاد بيف برجر ليمونيد. كباب سالاد بيف برجر ليمونيد. ايه المختلف؟ كباب وسلطة وساندويتش بيفي وليمونيد عصير ليمون. يبقى كلمة عصير ليمون كلهم أكل، إنما الليمونيد عصير يعني سائل. يبقى هنجيب حاجة تتاكل مكانها اللي هي إيه مثلا؟ أي حاجة بقى زي كلمة نستسهل ناخد كلمة مثلا رايس. رايس أوكي رايس. اللي بعدها كلاس تيتشر لوبستر بورد. كلاس تيتشر لوبستر بورد كلهم حاجات في الفصل. الفصل المدرس او كله في المدرسه يعني. بورد سبوره. كلمه لوبستر دي مش تبعنا خالص. اوكي، معناها استاكوزه. يبقى دي هتتشال ونحط ايه مكانها؟ نقول ايه كمان مثلا؟ ديسك. عارفين الديسك اللي احنا بنقعد عليه؟ اوكي، كل دول في المدرسه. طيب ماونتن مونا الي هدى. ماونتن يعني جبل، منى وعلي وهدى دول اشخاص، لكن ماونتن ده جبل ده المختلف. يبقى نشيل دول ونحط مكانهم ايه مثلا؟ اي حد تاني زي كلمه مثلا هاني. اوكي، H A N Y. created read waited invited. نلاحظ ان عندنا ثلاث افعال في الماضي created waited invited. اما كلمه read خبز هي المختلفه، يبقى نجيب فعل في الماضي اللي هي مثلا كلمه visit ونحط لها اي دي يبقى visited زارة. السؤال اللي بعده بيقول where how where when. كلهم ادوات استفهام
بعد كلمة where ده فعل مساعد verb to be هنشيلها ونحط كلمة ايه what. طبعا مش شرط كلمة what، ممكن اي حاجة who whose اي حاجة نسأل بيها أداة استفهام زي they. تمام. بعد كده عندي اربع جمل اختياري، بيديني ثلاث اختيارات اربع اختيارات واختار منهم واحدة. I am not I need juice. I am not I need juice. انا محتاج ايه، انا عايز ايه، او انا ايه، انا محتاج عصير. اللي عايز عصير ده يكون ايه، يكون hungry جعان، thirsty عطشان، okay بخير، careful حريص، يبقى كلمة ايه thirsty عطشان. What's your subject؟ What's your subject؟ المادة بتاعتك أنهي؟ ما هي مادتك إيه؟ middle، little، roasted، favorite. يبقى what's your favorite؟ ما هي مادتك المفضلة؟ okay؟ She is أو she is to ride the bus. She is to ride the bus. إيه اللي بيجي قبلها؟ verb to be وبعدها to والمصدر اللي هي كلمة going. تمام. يبقى she is going to ride the bus يعني هي سوف تركب الأوتوبيس. okay. اللي بعدها she tickets. she tickets هي تذاكر. هتعمل ايه في التذاكر؟ drank شربت، went ذهبت، bought اشترت، chopped قطعت، يبقى كلمة bought اشترت تذاكر. okay. السؤال الخامس عبارة عن passage قطعة بنقراها ونحل الأسئلة اللي عليها. read the passage and answer the questions. Nurhan's favorite subject is English. يعني مادة نورهان المفضلة هي English. She likes to read English in the library. بتحب تقرأ في المكتبة. She thinks that English is fun. وهي بتستمتع بالإنجليش. In summer, في الصيف, she goes to the library with her friend Bosbos. بتروح المكتبة مع صديقتها Bosbos في الصيف. They help their friends in the library. بيساعد أصدقائهم في المكتبة. They put away books وبيشيل الكتب في مكانها. Sweep the floor ينظف الأرضية، يكنس الأرضية. And water the library flowers ويروق أو يسقوا الزهور اللي في المكتبة. They like to go to the library three times a week. بيحب يروح المكتبة ثلاث مرات في الأسبوع. هنشوف الأسئلة. بيقول fill in the blank boxes with true or false. هنحط true or false. جميل. Nurhan's favorite subject is English. Nurhan's favorite يعني مادة نورهان المفضلة English. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. يبقى نيجي على كلمة true ونعمل كده ايه صح، او نكتب كلمة true هنا. الاثنين صح. Nurhan goes to the library alone. نورهان بتروح المكتبة بمفردها. لا الكلام ده مش حقيقي، بتروح مع بوسبوس. يبقى هنيجي على كلمة false ونعلم كده، او نكتب كلمة false هنا. Nurhan likes to read English in the library. بتحب تقرأ في المكتبة. الكلام ده صح؟ صح. يبقى نكتب true او نعلم عليها هنا. تمام. بعد كده سؤالين المفروض نجاوبهم من القطعة. بيقول how do Nurhan and Bosbos help their friends. ازاي بيساعدوا اصدقائهم؟ نيجي هنا على القطعة بيقول they help their friends in the library. بيعملوا ايه بقى؟ they put away books, sweep the floor and water the library flowers. اللي هي دي الحاجات اللي بيساعدوا بيها اصدقائهم. هناخدها زي ما هي كده بالظبط ونحطها في الاجابة. okay. السؤال اللي بعده بيقول why does Nurhan like English. ليه بتحب الانجليش؟ تعالوا نشوف. يبقى نقول she likes English عشان she thinks that English is fun. بتعتقد ان الانجليش fun. يبقى ده اجابة السؤال الخامس. اوكي نكتبه في مكان السؤال الخامس. بعد كده عندي ترتيب rearrange the following words to make correct sentences. هنرتب الجمل عشان نعمل جمل صحيحة. she's visit going to a friend. طبعا واحنا بنحل ازاي؟ بنكتب الجمله كلها. احنا هنا هنكتب الارقام بس عشان الوقت، انما بعد كده بتكتبوا الايه الجمله كلها. she is the فاعل وبعدين فعل مساعد معاه اللي هو verb to be، وverb to be بيجي بعده فعل في ing. بس she is going وgoing يجي بعدها to. يبقى to
يبقى she is gone to، to بيجي بعدها مصدر يبقى visit. شفت كانت ازاي؟ يبقى she is ده فعل مساعد يجي بعده فعل في ing are going، و going is gone يجي بعدها to، و to يجي بعدها المصدر، وفي الاخر a friend اللي هو المفعول. يبقى she is gone to visit a friend يعني هي هتزور صديق. they فاعل يجي بعده فعل، الفعل عندي في verb to be وفي ing. ناخد انه الاول، ناخد verb to be الاول المساعد وبعدين الاساسي اللي هو riding. يبقى they are riding هم بيركبوا ونقول ايه that bus. okay. بعدها does ده سؤال بيبدأ بفعل مساعد يبقى بمعنى هل، يجي بعده جملة يبقى فاعل اللي هي هاني اللي هي number two. يبقى does هاني بعد هاني الفعل يجي ايه فعل draw. يبقى هل هاني بيرسم؟ هيرسم فين؟ على السبورة ولا السبورة على؟ طبعا حرف الجر بيجي الأول قبل الاسم، يبقى هنا ايه on the board. يبقى does هاني draw on the board يعني هل هاني بيرسم على السبورة؟ سؤال يبدأ بأداة استفهام what، يبقى لازم يجي بعدها فعل مساعد اللي هو are. بعد الفعل المساعد يجي ايه جملة، برافو عليك. يبقى فاعل اللي هي you، وبعدين الفعل بس هيجي انه فيهم to ده حرف جر، يبقى هنا going و going يجي بعدها to والمصدر اللي هي خمسة. يبقى what are you going to have، what are you going to have يعني انت ايه هتتناول ايه. okay. بعد كده عندي look and write a question and its answer يعني بص على الصورة واكتب سؤال واجابته. وهنا نقول ايه؟ نقول what is she، دي بنوتة what is she doing يعني ماذا تفعل. يبقى نقول ايه؟ نقول she او من السؤال وبعدين سألت بي is، يبقى is doing هتيجي مكانها ايه؟ كلمة have وراها ing. she is having a haircut، عارفين haircut؟ يعني هي ايه بتقص شعرها. الراجل ده بيعمل ايه؟ نسأل نقول هل هو بيحب العصير؟ does he like juice، عارفين جوس؟ جميل. does he like juice هل هو بيحب العصير؟ اجاوب من هنا برضه يبقى نقول yes هو بيشربه هو، يبقى yes. ونسأل سألين به يبقى he، وسألت does تتحط زي ما هي yes he does. does he like juice yes he does. okay. بعد كده عندي صورة وعليها هنكتب أربع جمل paragraph. فهنا الصورة هنا ماما في المطبخ بتجهز الأكل، يبقى نقول إيه my mother likes بتحب cooking بتحب الايه الطهي. okay. she هي cooks بتطبخ ايه dinner مثلا بتطبخ العشاء for us لأجلنا مثلا. ماشي. ممكن نقول هي طبخ كويس، هي بنقول ايه she is a good cook يعني هي طباخة كويس. وبعدين ايه انا بحب اكلها I like her food انا بحب الطعام بتاعها. يبقى انا كده عملت اربع جمل بتوي بسرعة وتمام. اخر سؤال بقى اللي هو سهل خالص البانك تويت فولوينج، الجمل دي فيها حاجه غلط احنا بنظبطها ونكتبها تاني. فهنشوف كده احمد مات ماري اند سمير يسترداي. احمد قابل ماري وسمير امس. احمد كابيتال ليتر عشان ده شخص، ماري كابيتال ليتر شخص، سمير هنا يبقى الاس دي لازم تبقى كابيتال ليتر. يسترداي مفيهاش حاجه، اخر حاجه دي جمله لازم احط لها فول ستوب. يبقى انا عملت الفول ستوب وعملت الاس كابيتال، بس انا مش هعمل الحرفين كده خلاص، لا انا هكتب الجمله كلها واصحح فيها الحاجات. what's mona's favorite animal
ال W capital ده عشان بداية السؤال أو الجملة. منى ده اسم شخصي بلازم ال M تبقى capital. ال apostrophe S قبل ال عشان معناه ايه؟ دي ملكية. ما هي مادة ما هو حيوان منى المفضل؟ What's Mona's favorite animal؟ يبقى هنا في ال apostrophe وفي ال M capital. زي ما قلنا بنكتب الجملة كلها أو السؤال كله ونصحح فيه الحاجات اللي عايزة تتصحح. تمام؟ هنا طبعا question mark منتهي مش محتاجين حاجة فيه. يبقى أنا كده لو حليت بالطريقة دي أجيب ال full mark بتاعتي وأبقى شاطر خالص. يا ريت يكون عجبكم التاست. لو عجبكم وانتم ما كنتوش لسه اشتركتوا بالقناة، اللي ما كانش اشترك يدوس هنا على زر الاشتراك في يمين الشاشة من تحت ويدوس على زر الجرس علشان يجيله فيديوهات لو في فيديوهات تاني في الترم ده، أو ممكن يجيله الفيديوهات بتاعت الترم التاني إن شاء الله. أشوفكم في الترم الجديد مع مستر نسيم والإنجليش مع دوام النجاح والتوفيق إن شاء الله. باي باي.